النهاية 600 متر left to go. هنا الصدارة الآن مع دوفيل هو الذي يتصدر السباق، بينما انطلاقة روستانغ من وسط الجيال ومحاولات أيضا من قبل يوجينيو المرشح في هذا السباق. فعلا أيها السيدات والسادة، هنا الصدارة الآن مع روستانغ، فرانكي ديتوري على صدارة هذا الشو، محاولات من وسط الجيال الآن من قبل فالديسول، وهنالك أيضا شوغن. فعلا أيها السيدات والسادة، فعلا عيسى بن سلمان، فعلا عيسى بن سلمان، فعلا أيها السيدات والسادة، كأس الملك.